شباب دائما فوز على الشباب. الاتحاد ما شوفت تراني دائما. كم توقع؟ ثلاثة. لمين؟ الشباب أكيد. إن شاء الله بإذن الله 3-1 للاتحاد. أنت بخايف من الشباب؟ لا، ليش أخاف من الشباب؟ الشباب طبعا صعب على طول. كم توقع؟ والله يعني ربك كريم، 2-0 3-1 للشباب إن شاء الله. يفوز الشباب؟ لا لا، الاتحاد بيفوز إن شاء الله. يا رجال بيفوز الشباب. لا يا رجال ما بيفوز الاتحاد. كم مباراة ما فزت في الدوري؟ 4. وبتفوز على الشباب؟ اليوم بفوز. كم بيفوز الشباب؟ أتوقع 2-0. من بيسجل؟ كراسكو وكارلوس. كارلوس؟ استاد الملك فهد في درة الملاعب. يايا توري جنبا إلى جنب مع مانشيني والثنائي يراقبان حال الأسود والنمور، فالغيابات بالجملة والنتائج لا تلبي تطلعات المشجعين. تيفو الشباب عنوانه الأسود قادمون، وأصحاب الأرض لا يخيبون الأمال ويؤكدون أن أداءهم اختلف كثيرا عن بداية الموسم. عرضية قبل أيام نجح الفريقان في التأهل إلى ربع نهائي أغلى الكؤوس، لكن آخر نتائج حامل اللقب في الدوري 3 تعادلات وهزيمة، أما الشباب فتعادل وفوز وهزيمة. كورونادو حزين على حال الاتحاد، ودوغلاس كوستا وافد جديد متوقع على دور روشن، أما كانتي فلم يكن محظوظا. مستحيل يا كانتي. قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين أعلن الحكم ركلة جزاء للشباب، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى الفار، والشباب أقرب إلى تعزيز النتيجة ومضاعفة معاناة الضيوف. يا للكرة التي ضاعت. رومارينيو وبنزيما خططا للعودة في المباراة، إلا أن كل المخططات الاتحادية اصطدمت بحارس شبابي يقظ وجاهز للحفاظ على تقدم فريقه. البحث عن تغيير اتجاه الاتحاد، عن تغيير اتجاه الاتحاد. كريم، مستحيل اللقطة. يا للتصدي المجنون، ويا لكرة ساهم في بنائها كريم. الشباب أحس بالخطر، وبانيغا اقترب من حسم مصير المباراة بالثاني، لكن بدوره جروهي مميز متعملق. فهد عاش أجمل أيام مسيرته مع النمور، وفهد المولد يضيع أسهل الفرص على الأسود ويبقي على أمال زملائه السابقين قوية في العودة. فهد لم يقدم أفضل أداء في وجود مانشيني وتوري، أما كانتي فكان مجتهدا كعادته، والتسلل يحرم رومارينيو والاتحاد فرحة التعادل. شوط ثان بفرص أكثر وبضغط اتحادي مضاعف ومرتدات شبابية خطيرة، لكن الأهداف غابت ليحتفل الشباب بفوزه الرابع، وتتضاعف معاناة الاتحاد بقيادة سانتو أكثر. على 2 يبحث عن البينية. حداد حداد يا رب. حمد قردبو، صدى الملاعب. الاتي ما عنده مستوى اليوم مرة أبدا. اليوم بس؟ والله اليوم يعني، وأغلب الأيام بعد. هذه نونو سانتو والإدارة لازم تتغير، ولا يغيرون نونو سانتو. إدارة ما عندها، ما تقدر تفرض أشياء على المدرب. مدرب مو طبيعي، قاعد يعاند في كل كلمة. عندك العبود من أفضل اللعيبة الموسم اللي راح مع الاتحاد، كيف ما يدخل الملعب؟ أخطاء فنية، أخطاء تكتيكية عنده يا أخي، اضبطه يا أخي، مستحيل تخليه كذا. عندك جوتا ب 30 مليون تيجي تحطه كذا، مرة ما ينفع. شباب صاير حلو. أنا الشباب بنيقا وكراسكو واللعيب، الفريق عظيم. إيه ما في ناس. بنزيما كانتي وروم ما يدون ذولا، مرة ما يدون اليوم. نايمين اليوم. والله الحمد لله فوز مستحق، وحاب أقول للاتحادية هارد لك. يا اخي ما في لعب زي الناس، ولا في شيء، ولا نونو سانتو ذا يا اخي وش تبغى فيه انت؟ وش تبغى فيه من حلال؟ خلاص طلع يا اخي، لا اداره، ما نبي لا اداره ولا نبغى لا مدرب ولا نبغى شيء، خلاص. هارد لك لنا، الف مبروك لنادي الشباب. الحمد لله على كل حال، ما كنا نتمنى ابدا هذه النتيجه. دخلنا واحنا كل طموحنا 3 نقاط، الحمد لله. صح ان زعلناهم، لكن باذن الله ان نفرحهم في البطولات الجايه. المره هذه الاتحاد باين ناقصه روح وناقصه قائد في الملعب. الاتحاد ناقص شيء. الفريق هذا مو ملك الإدارة الحالة، ملك الجمهور كمان.
ألف مبروك للشباب، هارد لك للاتحاد. حقيقة هارد لك كبير دكتور، أنت كنت مدير كرة بنادي الاتحاد. الشباب بنجومه عرف بحارسه، بس الاتحاد سلامات. الاتحاد أصبح لغز محير حتى لمحبيه، يعني لدرجة أنك أنت في الملعب ما أنت عارف ما هي أدوار اللاعب. يا أخي انسى المدرب، لا أنسى المدرب.